ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا هاي حياتي، صبيت على المفتاح اللي اعطاني اياه الناطور. ما بستغرب انتي ممكن تعملي اي شيء، بس انا ندمانة كثير. ما كان قصدي الاشياء توصل لهون، انا بس كان بدي احبك وتحبنا. وليك زبطت معك، خسرتيني على الاخر. ارتحتي هلا؟ لا اكيد ما ارتحت. رامي انا بحبك كثير، خدني معك على بيروت. يا حلو، جد كثير حلو. مشان تكمل معي بركي هنيك بلاقي لي شغل بشي مطرح، بتجي وبتخربي لي اياه، صح؟ رامي انا ماني هالقد عاطله، انا بس كنت بدي احبك. انت ليش ما عم تنتحري؟ بس بدي افهم. وبعتيلي صور وحاطه الفرد براسك، وقلتيلي انا بنتحر اذا بتركك. هي انا عم بتركك. انتحري، شو عم تستني؟ يلا انتحري، خليني اخلص منك. يا الله، انت عم تخليني اقول اشياء ما بتشبهني ابدا. بتعرفي سالي،
أنا عن جد ماني زعلان منك لهالدرجة. صحيح أنا خسرت كل شيء كنت عم ببنيه وأسسه كل هالسنين وكل هالعمر، بس بنفس الوقت ممكن يكون ربحت كثير أشياء. يمكن يكون ربحت حالي مثلا باللي عم بعمله. ما بعرف. طيب أنت ليش عم تقصصني؟ أنا عن جد ما تخيلت بحياتي لنوصل لهون. سالي روحي هلا. بليز روحي. أنا تعبت وبدي نام. بكره الصبح بكير طيارتي على بيروت. طيب خليني ضل معك ليوصل وقت الطيارة. عم بقول لك راسي مشغول ومالي خلق. بليز بترجاكي تروحي. بس قصتنا بعد ما خلصت مش هتخلص بحياتها. يا الله شو العلقة هاي؟ مو معقول؟ يا عمي أنا عن جد بحبك، ليه ما عم تصدقني؟ ليش بتحبيني؟ شو بتحبي فيني؟ خبريني، ليه؟ نو، ما بحب فيك شي معين. بحبك كلك. كلك على بعضك. آه، فهمت عليكي. يعني بتحبي حالتي كلها. بتحبي إنه أنت بتحبيني. هاي؟ نو، إيه؟ هيك شي. فكرة إنه أستاذك يحبك وتحبيه. أستاذك اللي أكبر منك بالعمر وأنضج منك واللي عنده تجربة كثير بالحياة، أنت التلميذة الممنوعة عليه، بتحبيه بالسر، صح؟ بتعمل لي دراسة نفسية للموضوع وتعملني إنه أنا مريضة نفسياً وما بعرف شو عم بحس لحتى أحبك وبلا بلا بلا. عادي بحبك، خلصت. طيب سالي بليز روحي واتركيني أرتاح، وأنا بس أوصل على بيروت بعت لك العنوان اللي أنا فيه، وأنت بس تجي بشوفك هنيك، أوكي؟ أوكي. طيب أنت فوت نام، أنا ماني نعسانة. رح أنترك هيك برجع بوضعك بس بدك تفل. لا أنا ما عم صدق على فكرة. قومي روحي من هون. عم بقول لك اطلعي لبرا. حطلع لبرا. بس اوعى تفكر اني طالع لبرا لان انت شحطني. طالع لبرا لان انا بدي اطلع لبرا. على فكرة اوعى تفكر انك خلصت مني. اول فرصة جيت لك على بيروت. يا حبيبي شو طمنيني؟ تحممت وتعشيت؟ اي ممتاز ممتاز ممتاز. نامت ولا لسه؟ كويس كويس. ليك يا حبيبي انا بدي امرق لسه كمان اسحب شوية مصاري واعطيهم لهذا الزلمة اللي هو رفيق محمود مشان اخلص من هي القصة كلياتها. اي لا 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 اكيد ما رح طول. ما نحن طيارتنا بكرة بعد الظهر ويا دوب نلحق نضب اغراضنا. اي اوكي حبيبي يلا بشوفك. باي باي.
تينا. ايه حبيبي انا تحت، يلا انزلي يلا انزلي بسرعه، ناطرك. باي باي. أخيرا نحن هون لحالنا، بعاد عن المشاكل والناس. الناس كلهم تحت هلا، نحن فوق. أكيد دائما رح نلاقي وقت نشوف فيه بعضنا. أكيد، خصوصا إذا كان الوقت بعد نص الليل والناس اللي تحتنا كلهم نايمين. نشوف بعض بالسر. انت ليش دايما بدك تخربي اللحظات الحلوه اللي ممكن نعيشها مع بعض؟ لانه اللي بيناتنا اصلا مخروب. هاي رامي، بعرف انك بهالوقت بتحط تليفونك سايلنت، بس لازم ابعث لك هالمسج. انا بكره راجعه على لندن، يا ريت بتاخر سفرتك يوم حتى اقدر اشوفك. صراحه انا كتير بحاجه اقعد معك ونحكي شوي. بعرف انك زعلان مني وكرهني ومش طايقني لاني بدي ارجع لاياد، بس انت قلت انه نحن اصدقاء صح؟ عن جد انا بحاجه اقعد معك كصديق يوم واحد بس. بليز بعتذر جنى، ما بقدر يا زن. الليلة طالع بالبحر وأنا ما عاد قادر أقعد هون ولا ثانية، وبصراحة كمان ما عبالي نشوفك انت واياد راجعين حبايب وكانه ما صار جنب بيروت. معلش صديقتي اعتذريني هالمره، ما رح اقدر انفذ لك طلباتك مثل كل مره، الظروف تغيرت وكل شيء تغير. توصلي بالسلامه. قولي لي انه بكره رح تروحي تقدمي على الفيزا. ولشو هالتنهيده هي؟ مالك مبسوطه انه رح تجي لعندي ونقضي وقت لحالنا؟ تينا انا محتاج انه اقضي معك وقت اكثر. وقت ما تعرفت عليكي وانكشفنا بسرعة وما عاد قدرنا نشوف بعضنا منيح، بدي اياكي تجي لعندي اخذك مشاوير
ننبسط، نروح نتعشى، نتغدى، ننام، نفيق، نفطر، نرجع ننام ونفيق. بدي أورجيك قديش أنا بحبك، وبدي أشوف قديش أنت بتحبيني كمان. شو؟ ليش ساكتة؟ بالك مبسوطة إنه رح نقضي وقت لحالنا؟ ما رح نكون لحالنا، حاش تضحك علي وتضحك على حالك. لا رح نكون لحالنا أكيد. أنا بكرة بس أرجع على لندن رح أشوف طريقة عشان أنهي علاقتي بجنى. بس المشكلة عندي إنه زينة متعلقة فيها كتير و تعتبرها مثل أمها، وهي خسرت أمها هيك فجأة، وأكيد ما رح تقبر تخسر جنى هيك كمان فجأة. تفت؟ يعني ما رح نكون لحالنا. انتي تعي لعندي شوفي شلون رح نكون لحالنا. قولي انك رح تجي لعندي بأسرع وقت. رح اجي لعندك بأسرع وقت. شو عم تعملي فيني انتي يا بنت؟ شو عم تعملي؟ أبشع البنت اللي بترجع البيت بالليل مثل الحرامية، أو مثل اللي عاملي شي عاطل وهرباني من وجه أهلها. رحتي معه ما هيك؟ طلع لك وقت بعد الساعة 2 بالليل؟ ليش؟ المحترمات بيعطيهم أوقاته الطبيعية والفالتين بيعطيهم وقته بنصاص الليالي؟ اسمح لك تحكي معي بهالطريقة بابا. عن جد؟ وشو بصير إذا حكيت معك بهالطريقة؟ بتنجرح كرامتك؟ ما بدي أتخانق معك. بني وافي ما تراحيك بس كون عم بحكيكي. شو لقيتوا اوتيل بهالليل او اخذك على اوتيل نزل فيه او وين تلاقيتوا؟ بيهمني اعرف. نديم ليه عم تحكيك مع البنت؟ انت اوعى تتدخلي. بنتك رجع الساعة 5 الصبح بعد ما ظهرت الساعة 2 بالليل مع رجال غريب انا جاي بتعرفه. بعرفه كثير منيح ومنحب بعضنا كمان. اسمعي لقلك تينا، طالما انت عايشة بهالبيت بدك تمشي على قوانين هالبيت. ظهر الساعة 2 الصبح مع رجال ورجع الساعة 5 ما في، فهمي؟ هيدي حياتي وانا حرة فيها. لا ماني حرة ابدا، انت بنتي وبعدك عايشة تحت سقف بيتي، وهالتصرفات انا ما بقبل فيها. قال لكن انا رح فل من تحت سقف بيتك اذا هالشي بيريحك. لك شو عم تحكي يا بنتي؟ نديم شو صار لك جنيت؟ نحن مش هيك منحل مشاكلنا. وكيف بنحلها يا ست مها؟ كيف بدك باي شايف بنته مصاحبها واحد رجال تيظهر معه بس يعالج هالمشكله؟ لكن قلت لك انا واياد بنحب بعضنا. كذاب، لو بحبك كان ترك جنى كرمالك. جنى واياد رجعوا لبعض ومسافرين على لندن، وانت بس للتسليه يا حبيبتي. انت اللي فيني تظهر مع النسوان للتسليه مش انا بابا. سكتي قولي. روح لقديم إذا بعد بتمد إيدك على البنت ما تقعد يسمي حياتك. لا أنا ولا أي فهم. ضربني ضربني إذا أنت بتخلق موزي من صاحبتك ما تجي تفشخ لحياتي. أنا ناضجي، أنا ناضجي وهيدا حياتي ولا أحرق فيها. بسطت هلأ؟ بسطت؟ البنت عم تعمل عليها خطرة معها، هيدا الرجال رح يدمرها. يكون بعلمك إذا الرجال ما ترك بنتي بسلام أنا بإيدي رح أقتله. جنى
ليش نايمة بتيابك؟ لا مش نايمة بس هيك غطت عيني شوي. وين كنت لهلأ إياد؟ كان عندي شوية تفاصيل عم خلصها قبل ما نسافر. خلصتها. بكرة منضبضب أغراضنا ومنمشي حبيبي. أنا ضبضبت الأغراض، باقي شوي بكرة بخلصهم. بدي زور أهلي كمان. عطارين المشاكل لفوق راسهم بسببي. قصدك أنا سبب المشاكل مو أنتي. أنت يعني أنا. أنا اللي نقيتك وفوتتك على حياتنا. يعني المسؤولية مسؤوليتي أنا. طيب يلا تعي نفوت النوم متأخر الوقت. لا أنا بدي فوت نام بأوضتي. لك ليش؟ خلص بتضبطي بكرة. مش قصة ضبطبي إياد، بس أنا بدي نام بأوضتي لحالي. بس أنا اشتقت لك واشتقت تنامي جنبي بالتخت. بكير على التخت، بكير كتير. تصبح على خير جنى. خليكي معي هون. لا إذا بدك سامحك إياد بدك تطول بالك علي كتير، بدك تتركني على راحتي. طيب مثل ما بدك، رح أتركك على راحتك. روحي نامي وبكرة ناطرك على الفطور. أوكي؟ عمتك شريفة رح تشتغل معنا. وليش شو بدي اشتغل؟ انا ختيرت. تعملين حلويات. والله اذا بدي اقول حلوياتك على الضيعه لهيك لو اصابيعهم وراهم. اذا هيك على عيني وراسي. يلا دعونا يا جماعه. تعاوني. الله معكم. يلا بخاطركم. روح الله معك. احلى سندويشه لاحلى عنتر. ديري بالك ديري بالك. شو جاب لك تاكل؟ حبيبي مجد، بتعرف شلون راح يصير عنا دكانة يا حبيبي يا مجد؟ عمك إياد ساعدنا كتير، وبعدين أخذ بنته وسافروا، بس هنن ما سافروا زعلانينها لدرجة إنه البنت كان بدها تضل هون. جدو أنا كتير تعبان يا جدو كتير. بتهون جدو بتهون. أنا مو مقهور إلا على موتة ستك، بس لو عاشت لشي كم سنة كمان لكانت انبسطت معنا بهالأيام الحلوة. معك حق، لو كانت ستي عايشة ما كان صار فينا هيك. ما كان رجع عمي إياد ليجي يدفنها، وما كنا خطفنا له بنته وأخذنا منه مصاري وأخذنا وأخذنا وأخذنا. ما هيك يا جدي؟ صحتين يا قمر يا عمري. أنت يا روحي أنت. ما رح شوف حدا قبل ما نروح. مثل مين يا عمري؟ كلهم، رامي ويزن ووسام وتينا أكيد.
هلا ما بقى فينا نشوف حدا، تأخرنا على المطار لأنه. طب فيني أحكي مع تينا وإلا باي على التليفون؟ دقلها لتينا، خليها تحكيها على التليفون. تصور لساتها نايمة ما فقت، بكير لسه. تينا بتفيق بكير على شغلها، دقلها خليها تحكيها. طيب حبيبي اطلبيها من نمرتك تنبسط أكتر. يلا اطلبي لشوف. الو. هاي تينا، انا زينة. زنزون يا حبيبي، لو تعرفي قد ايه خفت عليكي انت وعم تغيري ثيابك وما عاد تلقيتك. لا انا رحت عن بيت جده وكثير انبسطنا هونيك. خي كثير منيح. انا تلفنت لك مشان اقول لك انه اليوم رايحه على لندن وكثير رح اشتاق لك كثير كثير. حبيبتي انت، وانا كمان رح اشتاق لك كثير. زنزون انت معك رقمي هونيك بتدقي لي اوكي؟ ايه اكيد، ورح دقلك على سكايب وشوفك وتشوفيني اوكي؟ اكيد حبيبتي، وجود لك مشان الحفله تبعك. فكري فيي انت وعم ترقصي ديل؟ اكيد رح فكر فيكي وانا عم برقص، ورح اقول لجنى وداد انه يصوروني وبعث لك الموفي كيف كنت عم برقص بالحفله. اوكي يا قلبي، يلا توصلي بالسلامه، بحبك انا. انا كمان بحبك كثير. يلا باي. شوفي شو بكن؟ لا ولا شي يا حبيبي، بتقبريني يلا كمل العصير كله اوكي؟ انا رح روح شوف اهلي شوي ودهن بدرد السيارة اللي استأجرتها. ما تتأخري. رح جرب. شو بها؟ شو صار لجنى؟ لا حبيبتي ما في شي، هادي هونيك حبيبي، انا تعبت رجلي. كنت متضايقة لأنه رايحة تودع أهله. لك يا عمي عادي بقى، دوختي لي راسي. شو صاير يا جماعة؟ كل يوم في مصيبة بهالبيت؟ رح أخسر شغلي أنا، كل يوم في مشكلة، شو بكون؟ لا أنت الصادق، رح تخسر خيك قبل ما تخسر شغلك. شو الأهم بنظرك وسام؟ خيك أو شغلك؟ أنا شو خصني بفادي؟ لكون انا السبب انه ترك البيت؟ لما تشوفي مين كان السبب وتبعتي وراها. بعت وراها وقال يا حي جاي 10 دقائق وبتكون هون. امني تفضل فوت اقعد. عندي دوام انا. عم اقول لك فوت اقعد. انا مره رح افقد عقليتي، رح جن كل الليل ما بنام. سكتي 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 وبعدين ما بقى فيي اتحمل. اقعد انطر اختك. الو. اذا بقول لك اشتقت لك من 4 ساعات لهلا بتصدقي؟ حبيبي رح اطلب اليوم الفيزا ورح اروح لعندك، بترجيك تخليني معك هونيك، ما بدي ارجع على البيت لهون. اكيد حبيبي اكيد، انت تعي لعندي وشوف شلون رح اعيشك احلى حياه هونيك. رح اخذك على احلى عروض رقص ورح خليكي تعملي استاجات رقص كمان. مش عم بقدر افكر انك خلص رايح من حد، مش عم بقدر افكر انك رايح من لبنان، مش عم بقدر افكر انه ما رح لاقيك حد. لما بدي اشوفك ما رح فيي لاقيك. مش عم فيي اتصور انك خلص طاير وكل شيء رح يرجع مثل قبل. مثل قبل ما تعرفت عليك هون بالاوتيل. طيب يلا، مشان هيك استعجلي وتعي لعندي يلا. وعدني انك رح تتركها مثل ما قلت لي. بوعدك حبيبي بوعدك اكيد. بس شوي شوي مثل ما قلت لك. ايه. بس انت كمان بدك توعديني انك تكبري عقلك وما تعملي مشاكل كرمال امور تافهة وبسيطة. ايه
مستقبل إلنا ورح نكمل مع بعض. أهم شيء وقتك تيجي لعندي ما حدا يعرف، لا وسام ولا أهلك ولا حدا. طيب حبيبي، ما تنسى تحكينا من المطار، أوكي؟ أوكي حبيبي، يلا باي. ضبيت الشنطة ما هيك؟ ايه ضبيتها. وبيك؟ بيك شافك عم بتضبيها؟ فات شافني وظهر سكر الباب وراه، بفتكر اخر همه. قولك هيك؟ تعي معي، تعي يا شو تعي. شفتي قدامي مش فرقاني معه؟ سأليه هو، هو اللي شحطني مش انا. اسمعوني منيح، نحن عائلة من ثلاث أشخاص، صحيح منتخانق ومنختلف ومنتصارع وصرنا سنين بهالشي، بس ولا يوم قدرنا نعمل شي نأذي فيه بعض. نديم ظهر وراح وإجا، بس ولا يوم ترك البيت كرمالك وكرمالي، وأنا يا بنتي ولا يوم أذيتك ولا حتى أذيت بيك. وأنت يا تينا، كل هالضياع اللي عايشة فيه هو لأنك بتحبينا أنا وبيك، وبدي كان عطول نكون منيح، ولا مرة عملنا شي يأذي فيه بعضنا أو نكسر قلوب بعض. مش ليجي واحد مثل إياد يخلينا ندمر بعض ونكسر قلوب بعض. أنا بحبك يا بنتي، بس ما بقبل شوف جوزي وبي بنتي بهالحالة بسببك، ولا برضى تكسري لنا قلبنا وتترك البيت بس لأنه عم نقلك إنه هيدا كذاب وعم بيضحك عليك. أنا ما بدي حدا يشفق علي، أنا عم ببكي لأني فشلت إني حافظ على عائلتي، مرتي وبنتي. هالفشل حزز بقلبي، عزتني الدنيا معه، عزتني الدنيا. تركيا ضب تيابة وتفل، هي قالت إنه صار مرفوق 18، معها حق. أنا ما بدي أربطها بالحبل تما تفل، معها حق. ما تعرف تميز بين الرجال المنيح والرجال العاطل، لأنه أنا بي اللي لازم يكون مثال الأعلى بالحياة، رجال عاطل بنظرة. وأنا كمان ما رح أقدر أربطك بالحبل لما تفلي، بس تأكدي يا تينا إنه أنا وبيك موجودين حدك حتى نحميك. أنت أكتر شي منحبه بهالدنيا كلها. خير؟ شو في لهالاجتماع العائلي العظيم؟ في إنه أنا بدي أحكي معكم وبدكم تسمعوني منيح. أنت أيمتى مسافرة جنى؟ الظهر، يعني بعد شوي ماما. ما عم بفهم أنا، جايبين تعين سم بدني؟ تارك شغلة تعيش إنسان؟ وعشو بدك تسم بدنك أنت كمان؟ بدلك حاملي هالسنهم بالعرض، كانوا ما في حدا بالدنيا غيرك عنده مشاكل. شو بدك يعني؟ أقعد حط إيدي على خدي وندب بحظي تكون حضرتك مبسوط؟ أنا لازم سافر لأنه حياتي كلها برا يا أستاذ. اسكتوا، ولك اسكتوا أنت وياه، ولك اسكتوا، ما بقلكن غير بحالكن، ما في حدا غيركن بهالعيلة، ما في خيكن المريض، في أنا اللي ما بنام لليل ولا نهار، في هالمعطر المقهور اللي مش قادر يفتح تمه لأنه طلع حتى قاعد وصار مريض وما قادر يصرف علينا. ولك أنا جماعتكن، جمعتكم لخبركم عن خيكم فادي، لقلكم إنه إجا بالليل وبقي تحت ما طلع على البيت، إجا ليودعني، قال رايح يعمل شغلة، يا بيموت يا بيرجع معه مصاري وقادر يصرف على حاله وعلي وعبيكم. حلو كتير، ليكون عمله شي تهريبة هيدا. خيك بخطر جنى، فادي قال لي إنه نبيل مجرم مش شايلك من راسه، بده يأذيكي لو كنت بآخر الدنيا.
هيك قلتها تنتبه على حالك. هو يبعد عني خواجة فادي وأنا بكون كتير منيحة. مش حضرته اتفق مع نبيل إنه يخطفوني؟ لك أنتو شو أنتو؟ أنتو شو؟ بلا قلب بلا إحساس. ولك أحكي لك كلمة قلن شي. أنا مش راضي عن حدا منكم كلكم بهالبيت. مش راضي عن حياتك جنى وعن علاقتك مع هالرجال من دون زواج. بس مش قادر أقول لك شيء، مش لأنك عم تصرفي على البيت، لا، أنا مش هالقد واطي. مش قادر أقول لك لأنه أنا كنت سبب تعيستك وزواجك من نبيل. وأنت وسام ولا مرة شفتك عم تتعاطف مع خيك، طول عمرك بتبهدله. أنا بس؟ ليه أنت شو بيي؟ معه حق. وأنت كمان عم تغلطي. صار لك سنين بتستر عن ابنك بس بحجة إنه بتخافي إنه ينتحر أو يقتل حاله. ضليتك تستر عليه لحتى نسيتي ولادك التانين ومشاكلهم، وصار هو بنظرك صح ونحن كلنا غلط. أنا مش مبسوط على اللي عم بيصير ببيتي، وبطلب من الله ياخدني لأرتاح ولأريحكم. كتير بحبكن ماما، بس بنفس الوقت ما فيني أخسر حياتي اللي بنيتها هونيك. لازم أرجع. هون مصاري إلك، بس هون من شغلي أنا مش من إياد. تبيع فادي. بعرف إنه اللي صار صعب كتير، بس صدقني أزاني إلي أكتر ما أزيك. تأكد لو تينا قبلت ترجع لك كنت عملت أضرب مني. إياد، أنا اليوم رحت على السفارة وقدمت على الفيزا.
إياد، أنا اليوم رحت على السفارة وقدمت على الفيزا، بس لما رجعت اندمت لأني فكرت كتير منيح وقررت إنه أنا وياك لازم نبعد عن بعضنا نهائيا. أنا عم بتعذب كتير ولازم أرتاح. الله يوفقك مع جنى، جرب تنسيني مثل ما أنا رح جرب انساك. صعب كمل حياتي يا